يقول السائل: هل من السنة فعلا أن يكون الإحرام بعد الصلاة فريضة؟ لا، ما يشترط للإحرام أن يكون بعد صلاة، لا فريضة ولا غيرها، ولكن المستحب والأفضل إذا كان يريد الإحرام عند وقت الفريضة أن يؤخر الإحرام إلى أن يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الوقت ليس وقت فريضة فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين وأحرم بعدهما، وإن شاء أحرم بدون صلاة. نعم.